هل تساءلتم يوما لماذا يبدو أن درجات الحرارة تزيد كل عام؟ حسنا، هذا ليس مجرد خيالكم. كوكبنا الأرض كنز من العجائب يتواجد في أعماق الكون اللامتناهي. يرشدنا برفق، تحت ردائه تنهض الجبال وترقص البحار في كل جمالها، حيث لا تموت الحياة أبدا. إنه يقدم لنا بشكل كريم أرضا خصبة ومحاصيل ذهبية تمتد لأفق لا نهاية لها. لطالما عرف مناخ الأرض تقلبات طبيعية، ولكن في هذا الوقت الأخير لاحظنا تغييرا مميزا يعرف بالاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري هو ارتفاع مطول في درجة حرارة سطح الأرض المتوسطة، ولا يعود ذلك فقط إلى التغيرات المناخية الطبيعية التي تعرض لها كوكبنا على مر ملايين السنين. إنه ناتج أساسا عن ظاهرة تعرف بالتأثير الزجاجي. يحدث التأثير الزجاجي عندما يحتجز غازات الاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون حرارة الشمس في جونا. على الرغم من أن هذه العملية ضرورية للحياة على الأرض، إلا أن زيادة هذه الغازات بشكل زائد تؤدي إلى زيادة في درجة الحرارة. الأنشطة البشرية بشكل رئيسي، حرق الوقود الأحفوري واقتلاع الأشجار، هي المسؤولة الرئيسية عن زيادة غازات الاحتباس الحراري بجونا. عامل آخر مهم يسهم في الاحتباس الحراري هو زيادة عدد السكان. مع استمرار نمو السكان البشري تزداد الطلب على الموارد مثل الطعام والطاقة أيضا. الاستجابة لهذه الاحتياجات غالبا ما تؤدي إلى المزيد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. مما يزيد من تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري. لمواجهة تأثيرات الاحتباس الحراري المقلقة، علينا أولاً فهم دور زيادة عدد السكان. كل شخص إضافي على وجه الأرض يزيد من الطلب على الطعام والماء والطاقة، وكلها تترك بصمة كربونية كبيرة. نظم إنتاج الطعام غير الفعالة واستخدام المياه بشكل مفرط وزيادة استهلاك الطاقة يزيد من هذه المشكلة بشكل أكبر. ومع ذلك من المهم ملاحظة أن مكافحة زيادة عدد السكان ليست مسألة للاتهام، ولكنها مسألة للتعرف على المشكلة والعمل على الحلول. تخيلوا عالما حيث تذوب الأنهار الجليدية بوتيرة لم تسبق لها مثيل. حيث يزداد ارتفاع مستوى البحر بانتظام، وحيث تصبح الظواهر الجوية الشديدة أمرا عاديا.
هذا ليس سيناريوا من رواية ديستوبية، بل هو واقع كوكب يتغير. تذوب الأنهار الجليدية وبخاصة تشكل تهديدا كبيرا. حيث تعمل كمخازن للمياه العذبة للكوكب، مخزنة وتحرر مياها مع مرور الزمن. إن انصهارها يسهم في ارتفاع مستوى سطح البحر، مما يعرض المجتمعات الساحلية لخطر الفيضانات وتآكل السواحل. علاوة على ذلك، ينشئ كوكب يتغير بسبب الأح. اللباس الحراري ظروفا مثالية لحدوث ظواهر جوية شديدة ومتكررة، بما في ذلك الأعاصير العنيفة والجفاف الشديد. زيادة عدد السكان تفاقم هذه المشكلات، حيث تؤدي إلى زيادة الطلب على الطعام، مما يتسبب في اختلاع الأشجار وفقدان المواطن. المعادلة بسيطة، كلما كان هناك المزيد من الأشجار زادت كمية الأكسجين، وكلما كان هناك المزيد من غاز ثاني أكسيد الكربون كان أقل هناك من الأشجار. ومع ذلك هذه المعادلة البسيطة تفوت أذهان عقولنا العالمية. ولكن هناك أمل، فهم أن الاحتباس الحراري ينجم أساساً عن الأنشطة البشرية، مثل حرق الوقود الأحفوري واقتلاع الأشجار يتيح لنا الفرصة للعمل. يمكننا الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الطاقة في منازلنا ومبانينا ودعم مبادرات إعادة الغابات. مكافحة زيادة عدد السكان وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة هي خطوات حاسمة أيضاً في مكافحة الاحتباس الحراري. لدينا جميع دورا نلعبه في هذه المبادرة العالمية، لذا لنتحمل المسؤولية تجاه كوكبنا من خلال فهم الأسباب والعمل جماعيا. في عالم مليء بالحب والوحدة يمكننا الازدهار محافظين على منزلنا. الأرض، المعرفة قوية بالفعل، ولكن العمل أمر أساسي. هناك العديد من الطرق التي يمكن أن نساهم بها، سواء من خلال إعادة التدوير والتحويل إلى سماد عضوي، أو تقليل استهلاك الطاقة ودعم مبادرات الطاقة المتجددة. لا ننسى أن مكافحة الاحتباس الحراري هي جهد جماعي، وأن كل عمل يحسب. شاركوا المعرفة التي اكتسبتموها اليوم مع أصدقائكم وعائلتكم ومجتمعكم، وحثوهم على الانضمام إليكم في المهمة الحيوية للمحافظة على كوكبنا للأجيال القادمة. لا تنسوا أن تضغطوا على زر الإعجاب والاشتراك في قناتنا إذا وجدتم المعلومات المقدمة مفيدة. دعمكم يساعدنا على نشر الوعي حول هذه التحديات الهامة التي نواجهها. نحن في مفترق طرق، يجب العمل الآن.
معا يمكننا تحقيق الفرق، لأن الأرض هي منزلنا وهي الوحيدة التي لدينا. مرحبا بكم في فجر جديد، حيث نسعى إلى عالم مليء بالحب، حيث يدعم الأقوياء الضعف. مرحبا بكم في فرقة الألفا. حان الوقت لنفهم ونبدأ العمل، إن الاستيقاظ قد تأخر بالفعل. في الوحدة سنزدهر كما فعلنا منذ البداية، لأن الأرض هي أمنا ونحن قلبها. لسنا بعد في مرحلة العمل، بل في مرحلة الاستجابة، مع اختتام استكشافنا لموضوع الاحتباس الحراري. لنتذكر دائما أن المعرفة قوية، لكن العمل هو الأمر الأساسي. نشجعكم على استخدام المعرفة التي اكتسبتموها اليوم لإحداث فرق. هناك العديد من الطرق التي يمكنكم المساهمة من خلالها، سواء من خلال إعادة التدوير والتحويل إلى سماد عضوي، أو تقليل استهلاك الطاقة الخاص بكم، أو دعم المبادرات المتعلقة بالطاقة المتجددة. لا تنسوا أن مكافحة الاحتباس الحراري هي جهد جماعي، وأن كل عمل يحسب. شاركوا المعلومات التي اكتسبتموها اليوم مع أصدقائكم وعائلتكم ومجتمعكم، حثوهم على الانضمام إليكم في هذه المهمة الحيوية للمحافظة على كوكبنا للأجيال القادمة. وفي الختام، إذا وجدتم هذا الفيديو مفيداً ومثيراً للاهتمام، لا تنسوا النقر على زر أعجبني. إن إعجابكم وتعليقاتكم يساعدانا في الوصول إلى جمهور أوسع وزيادة الوعي بالقضايا الحرجة. وإذا لم تكنوا قد اشتركتم بالفعل في قناتنا، فافعلوا ذلك لتظلوا على اطلاع على أحدث الفيديوهات لدينا. هدفنا هو التثقيف والإلهام، ولا يمكننا تحقيق ذلك بدون دعمكم. لذا دعونا نتحد في هذه المهمة. مرحبا بكم في ألفا. Alpha to Earth. You're beautiful. Over.